الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن شاء الله هذه الآية سترى في الشاشة في الصباح الورد جيتسال تقوم به في الصباح لجلب الرزق. تقرأها 21 مرة وتستغفر الله وراءها 100 مرة لمدة 40 يوم، تجد بها العمل وتجد الرزق وتتيسر بها الأمور التي تريد، الأمور المتعلقة بالرزق والعمل إن شاء الله والمال. من أراد المال أو يجلب الزبون أو يجد العمل بإذن الله فليقرأ هذه الآية 21 مرة في الصباح ويتبعها بالاستغفار 100 مرة، تجلب له الرزق وتتيسر أموره من المجربات مدة 41 يوم. هذا كل شيء، وأتمنكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إل